السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، حلقة جديدة من سلسلة حلقات شركات الإعلان. النهاردة تقدر تقول وداعا لجوجل أدسنس، وداعا لمشاكل جوجل أدسنس، وداعا لإعلانات جوجل أدسنس نهائيا. حتى أنا زي ما أنتم شايفين أنا غيرت، ثواني، أنا غيرت حتى إعلانات جوجل أدسنس اللي قلت مستحيل إن أنت أغيرها تاني، ولكن غيرت أخيرا إعلانات جوجل أدسنس بشركة جديدة، شركة ممتازة جدا وكل حاجة فيها ممتازة. لكن نطلع فاصل، وقبل ما نطلع فاصل تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو كنت أول مرة تشوف فيديوهات قناة مستر بومتك، وتابعوني بعد الفاصل. ورجعت لكم مرة تانية بعد الفاصل. في البداية كده، هي دي الواجهة بتاعت الشركة. شركة جميلة وممتازة وفيها حاجات كتير ممتازة، لكن حابب أنوه عن حاجة قبل ما نبدأ أي حاجة. مش عارف أنا قلتها قبل كده ولا لأ، ولكن عايزين ننوه عن حاجة ضرورية جدا. اولا يا جماعه، حوار شركات الاعلان، حوار انك ترسل لها زوار، في حاجه دلوقتي يا جماعه في شركات الاعلان تعتبر جديده اسمها يونيك سي بي ام نتورك او يونيك فيزيتورز. يعني ايه يونيك فيزيتورز او يونيك سي بي ام نتورك؟ يعني الزوار اللي جايين عندك دول زوار فريدون. فريدون يعني ايه؟ يعني زائر حقيقي بيخش يستفاد من الاعلان، او بيخش يشوف الاعلان وبيخش يشوف المحتوى بتاعك اللي انت نشره. مهما كان المحتوى بتاعك اللي انت نشره، فواحد بيخش يشوف الاعلان. اما انك ترسل لها زوار، ف حتى لو الشركه دي بتقبل انك ترسل لها زوار، بيبقى اصلا السي بي ام بتاعها بيبقى ضعيف جدا للناس اللي هم يعني من مواقع الزوار. اما اليونيك اللي هم الناس اليونيك فيزيتورز، هم دول اللي بيبقى عليهم السي بي ام الحقيقي اللي هو 5 دولار و6 دولار. هنا يا جماعه اللي بتميز الشركه دي واللي خلتنا نغيرها، ان واللي خلتنا نغير ادسنس، يعني ان الشركه دي فيها سي بي ام من 4 دولار ل6 دولار للولايات المتحده ولكندا، وفيها سي بي ام من 2 دولار ل 4 دولار لجميع الدول العربيه. وده حاجه انا شفتها من الموقع اللي انا جايب منها الشركه، وشركه ممتازه جدا ومتميزه. وطبعا هو مشكلتها الوحيده ان اقل يعني مبلغ للسحب هو 100 دولار شبه ادسنس. هي دي مشكله الشركه الوحيده، ولكن شركه ممتازه في كل حاجه. وطبعا السحب منها من باي بال. هنخش نعمل ريجستر في الشركه، تسجيل. الموضوع سهل جدا، تكتب هنا اسمك بس، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وبعد كده تعمل اي اجري، وبعد كده تعمل كريت اكونت، بعد كده ببعت لك رساله في على الجيميل بتاعك، وبعد كده بترجع تعمل ساين ان. الموضوع سهل جدا، لكن الرساله ما بعتتش من اول مره، استناها 5 دقائق بالظبط تقوم بعتها. بعد كده تعمل ساين ان بالايميل والباسورد، بس ايميل وباسورد وخلاص. بعد كده تفتح لك الصفحه دي، تمام. هنا الداشبورد عشان تعرف الفلوس اللي معاك، وتعرف دي التوتال بيد اللي هو الفلوس اللي انت خدتها كام. طبعا لسه داخل في الشركه النهارده 19 امبريشنز، والاي سي بي ام 3 سنت، والايرننجز واحد من 1000 تقريبا، 1 من 10000. المهم طبعا ده عشان 19 بس يعني، تمام. هنا يا جماعه ده الداشبورد، وده السمري ريبورتس، ده طبعا الريبورتس بتاعتك اللي انت عملتها. لكن قبل ده كله يا جماعه عايزين نتكلم على الكود جنريتور. الكود جنريتور طبعا دي اللي بتجيب منها الكود اللي تحطه في الموقع بتاعك. دي طبعا بتقبل ووردبريس وبتقبل بلاجر عادي جدا. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم انا غيرت ليه الشركه. اولا هنا ادي العاب، زي ما انتم ملاحظين كده، دي العاب ودي برامج العاب، تمام. معظم الناس يا جماعه اللي بيخشوا يدوروا على اي حاجه، طبعا يعني ماشي، انا من الناس اللي مثلا البلاجر بتاعتي او الموقع بتاعي، الناس اللي بيخش عندي في محتوى او في مستوى، قصدي مثلا من 16 سنه ل 24 سنه، دول اكتر الناس. فما هماش يعني اللي هم الناس اللي هيضغطوا على لعبه زي دي يلعبوها. اما انت مثلا لو حاجتك محتوى اطفال شويه، مثلا العاب مثلا، حاجه كده، ممكن حد يضغط على الحاجات دي بسهوله، تمام. بالذات الناس اللي لسه في بدايه تعاملاتها مع الكمبيوتر وكده، فالحاجات دي ممكن اي حد يضغط عليها عادي. فمهم جدا ان يكون عندك العاب كده الناس ممكن تضغط عليها، تمام. اتمنى تكون الفكره دي وصلت، تمام. زي ما انتم شايفين، زي ما انا وريت لكم كده، دي الاعلانات بتاعت الشركه، بتتحط لحد 5 اعلانات تقريبا. تمام، 5 اعلانات. حطيت اكتر من كده مش هتحسب، تمام. هتحسب 5 اعلانات بس، اول 5 اعلانات الاعلى. حلو. هنا ازاي بقى بتجيب البانر؟ طبعا مش هيطلب منك موقع خالص، فانت ازاي بتجيب البانر؟ عندك دايركت يو ار ال، طبعا كلنا عارفين دايركت يو ار ال، زي ما انت شايف بيديك يو ار ال لاعلان بتحطه في اي مكان، تمام. طبعا بتعمله شورت، لازم تعمله شورت الاول في جوجل او بيتلي، تمام. وبتحطه لاي حد، اي حد يضغط عليه بتاخد عليه كوميشن معين، عائد طبعا. هنا طبعا دي الجنريتور والكود بتاع الاعلانات. الكود يعني موضوع سهل جدا، بتضغط بس كده بيعمل لك هنا، وبعد كده بتعمل هنا كوبي وبتحطه في التخطيط عادي جدا، وبيظهر في ثواني على طول، بيظهر
زي ما انتم شايفين كده، زي الكود ده كده. تمام، عايزين نرجع تاني للترافيك سورسز. هنا الكونتري ريبورتس طبعا بيقول لك البلاد يعني اللي جت منها الامبريشنز وكده، اللي هم يعني الزوار. طبعا ما جاليش غير 19 زائر بس، ف يعني مش هيظهر عندي حاجه. الترافيك سورسز طبعا هنا بيقول لك الترافيك بتاعك جه منين. زي ما انت شايف الترافيك كله جه من الموقع بتاعي، جه من المدونه بتاعتي زي ما انت شايفين. فانت ممكن تحط الاعلان بتاعك لاي موقع، ولكن هيتحسب لك انت، تحطه في اي موقع طبعا لو الموقع ده انت تقدر تتحكم فيه. يعني ممكن تتحكم في اكتر من موقع، بعكس جوجل ادسنس اللي لازم تتحكم في موقع واحد بس. دي مشكله كبيره قوي في ادسنس. تمام، هنا الريفرال جميل جدا، الريفرال بتاعه بيديك 10% في الريفرالز. زي ما انت شايف بتحط اللينك ده لاي حد بيخش بعديك بيديك 10%. تمام، هنا في بونص. تمام، عايز افهمكم حاجه بقى في البونص دي. هنا 10000 يونيك امبريشنز، اول ما بتجيب 10000 يونيك امبريشنز بتاخد بونص. البونص ده كان بياخد $10، $10 بونص لما بتجيب 10000 يونيك امبريشنز، لما يكون داخل لك 10000 واحد. يعني انت مثلا واحد بيجيب 50000 مشاهده، 20000 مشاهده، ودخل لك 10000 واحد بس في الموقع والمدونه بتاعتك، شوف هتاخد كام بونص يوميا. فيا جماعه الموضوع مربح جدا واسهل من جوجل ادسنس بكتير. زائد حاجه مهمه جدا، سحب الشركه دي يومي. انت اول ما بتجيب ال $100 ممكن تسحبهم، اول ما بتجيبهم بتسحبهم على طول. تمام، هنا البيلينج. تمام، ده لما تكون عايز تسحب ارباحك. زي ما انتم شايفين الباي بال والواير ترانسفير، هقول لكم ازاي تحطوا اكونت الباي بال دلوقتي لانه مش هيطلب منك خالص. هنا طبعا بتحط البالانس بتاعتك $100 اقل حاجه زي ما قلت. تمام، هنا بيكتب لك طبعا كل المعلومات اللي انت عايزها، البالانس الفيرست معاك والان باي والان بايد بالانس والتوتال بايد اللي انت خدتهم واللي انت لسه واللي هم لسه في الريكوستد لسه ما خدتهمش. طيب هنا زي ما انت شايف $100 للباي بال و $500 للواير ترانسفير. ماشي، ازاي بقى تحط حاجاتك في الاكونت؟ تحط اكونت الباي بال، هتخش انت هنا على اكونت سيتنج، هنا بتكتب النيم اللي انت كنت حاطه هتلاقيه مكتوب. هنا بتكتب عنوان، اكتب اي عنوان بس يكون هنا رقم، هنا بلد، هنا ستريت، اي عنوان مش هيهمك في اي حاجه. تمام، وهنا بتحط اكونت الباي بال، وبعد كده بتعمل ابديت اكونت وتضغط على دي. تمام يا شباب، هنا طبعا عايز تغير الباسورد يعني. تمام يا شباب، فاتاكدوا ان انا يوم ما اغير الشركه اللي انا بتعامل معاها دايما فاكيد ان الشركه دي كويسه، ما تقلقوش. هنخش هنا بقى عشان نشوف مصداقيه الشركه. دي برضو حاجه ضايقتني جدا زي ما انتم شايفين، ولكن انا شفت اثباتات دفع للشركه فمش قلقان يعني. هنضغط هنا تشيك ناو ات ناو. زي ما انتم شايفين هنا 68% ده كويس، لكن هي نيو سايت، نيو سايت دي اللي مخليها بس ان هي 68%. هي طبعا لو قعدت سنه او اكتر فهتلاقيها عدت بكتير. هنا زي ما انت شايف الدومين لسه 314 على الاقل سنه، وكمان يعني هي مثلا لو هنا مثلا 350 يوم ولسه ما جابش السنه هيكتب لك برده ان هو لسه نيو سايت، لازم يعدي السنه هنا. وتقدروا تاكدوا الموضوع ده اول ما تعدي السنه، يعني تشوف بعد شهرين مثلا ولا حاجه وشوف. تمام، قال لك الويب سايت سبيد فاست، يعني كمان الويب سايت سريع جدا، تقدر يعني احسن من ادسنس بكتير. حتى لو دخلت لك على جوجل ادسنس دلوقتي، لكن لولا ان هو بس مخالف للقوانين، جوجل ادسنس زي ما انتم شايفين يعني بطيء جدا 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 في التعامل، وعن انك تحط اصلا اعلانات او حاجه زي كده يبقى بطيء جدا. وهرجع واقول يا جماعه، الناس الكبار اللي هم الناس القديمه في المجال، الناس القديمه اللي بتلاقيها مستخدمه جوجل ادسنس، عفوا جوجل ادسنس، الناس اللي بتلاقيها مستخدمه جوجل ادسنس، فاعرف الناس دي قديمه قوي في ادسنس، وجوجل عارفه الناس دي ومتعامله معاهم. جوجل بيحب اصلا انه يعرف ناس ويتعامل مع ناس، فعشان كده الناس دي بيبقى مكانتهم عاليه قوي في جوجل ادسنس، وبيبقى الامبريشنز بتاعهم عالي، فبالتالي بيبقى السي بي ام بتاعهم مش طبيعي. اتمنى تكون الفكره دي وصلت لكم، ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك اضغط لايك، ولو كنت اول مره تشوف قناه مستر بومتك واول مره تشوف فيديو من فيديوهات مستر بومتك، اضغط سبسكرايب تحت اسفل الفيديو، الزر الاحمر لاسفل الفيديو عشان تتابع كل الفيديوهات، وهتلاقي جرس جنب السبسكرايب، هتلاقي جرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي بتنزل. عشان طبعا زي ما انتم شايفين المشاهدات ما بتبقاش كويسه، لان الاشعارات دي مهمه جدا يا جماعه، لازم تضغطوا على علامه الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل شركه اعلان. حتى لو عايز مثلا تعمل اشعارات لبلاي ليست معينه ممكن تعمل لها، تخش على البلاي ليست وتعمل
تتعلم على زرار الجرس، بحيث ان اول ما فيديو يتضاف البلاي ليست دي بتاعت شركات الاعلان تقوم جالك على طول، لو مش عاجبك تطبيقات اندرويد او اي حاجه من اللي احنا بنقدمها. وكان معاكم مصطفى من قناه مستر بونتيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.